مرحبا يا حلوين، رجع فيكم في تسجيل. هذا الفيديو رح يكون تجارب تحديات تيك توك. طبعا شفت فيديو كتير عجبني، ما بعرف ايش عم سووا موز وفريز وهدول المهم كلهم مع النوتيلا. جبت نوتيلا وهي كرز، كان خوخ تفاح وخيار وايش كان اسمه جزر، مخي معاك من هذا، موز، برتقان، درانة، فريز، شيبس، نوتيلا. يا غبي هاي مي نوتيلا، وبعد الله ما يعطي العافية فيه. رحت أنا وهو، المهم قلت له جيب لي نوتيلا، جابها وقت حيسبنا عن المول ما انتبهت إنه نوتيلا أو غير نوتيلا، بس المهم نفسها. هلا بنا بسم الله الرحمن الرحيم، بدي أفضيها هون مشان نبل كل شغلة، ونعمل ما هو اشترى خلينا ننزل الشرف، فعلوا زر الجرس، ورح يكون تحدي نار إن شاء الله. اول تجربة هسه ما بعرف شلون ما اكل مشان اكل هدول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نفضيها. صلى الله على النبي، زيد بن صلي. انزل ورق، لا هي متيسة. لا جمدانة كني، اوه طرشة عيني. خليكم معي اجيب معلقة. يا جماعة جبت معلقة وجيت ما تنزل. شوف بقبل صاحب في نوتيلا، بقبل صاحب في نوتيلا، عشقك يا بنت حلال، عشقك يا بنت حلال، يا كراميلا ما بعرف ايش. شكلها شهية، الله بيلكم متحمس كتير كتير. مثل ما شايفين عم بيت بالصحن، نصير كيوت مثل هدول الافلام الاجانب من تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم، رح ابلش من الموز، متحمس للموز. ادوه معه هاي الموز، شوفوا بليتها كلها. ما استطعمت، ما له طعمه، بلير موزه قليله ولا هيك طارت الموز. الموز ذهب ذهب، مستحيل مستحيل اوصف لكم اياها. طيبه كتير، الله. راح نجرب الفريز، طرفت عيني، خدت الدين وما كتر شوي انه تقلب جو الصياطية. الموز عطية، بدكم نصيحة بدي اجرب الموز عطية. والله بدنا نجرب التفاح، ما بيطلع التفاح. اعطوا تنتين سوا تفاح، ما بعرف ليه صار لونه اسود، يمكن لو ما فرمت بقية. البنت الشبكة على التيك توك كل شغلة بدوها تعمل ما بنصحكم مع التفاح طاوي. هلا الخوخ، الخوف ما بعرف شلون حسس حالي الخوف ما استطعم عن الطاوله. بلا الصناعه التركيه ما فيها طعمه، يا مواد خالص ما في طعمه طاوله. كرز
كرز مستحيل يكون طيب. البنت عملت اوه هذا طيب. بس البنت على كل شيء عملت اوه. اجنبية تقول اوه ماي جاد. لحد الان اطيب شيء الموز. والله بتعرفوا بشتريكم معي. يعني بده ميزة السلامة يتفضل نعمل تحدي انا هو. الموز كمان تغير طعمته. المهم هدول بايدي ما في دهن شوكة خيار. خيار طاول ما بنصحكم. بالذات اذا الخيار دبلان. فتلت السوق كله الله وكيل طعمه رايت. جزر. الجزر ما له طعمين. يلي لهلا عم تابع الوصل معي لهون يحط لي قلوب قلوب سود بالتعليقات. بدي اشوف مين وصل معي لهون. ما عنده اسود يحط موفر. هلا البرتقال نشوفه. لا البرتقال ما عم يطلع عم تغطس. نعم طح طح. طول البرتقال نصيحة. نصيحة طاول ما حدا يجربها. فنعصر ميته ومع هي شي روعة. الله تدرقني يا حبيبي تدرقني. طلعت لي تنتين حظي معناتها ما طيبة. نسيت اجيب ماي الدراني كمان ما طيبة. الله الشيبس. طبعا اذا بتحبوا هيك تحديات اكتبوا لي بالتعليقات. انكسرت. الشيبس صار طيب. هلا بدي اسيب مثل ما هي سابت. طلعوا هاي النوتيلا لسه هو النوتيلا. المهم ما بتشبه. وموز بدي اسوي تفريطهم كلهم. الله ما يوفق بس ما طلع ما طيبه. يا حبيبي كل فريزة قد راسي. ماني ما احط بالبقيه. باخذ الاصفار. تفاح تفاح مصيبة تفاح. براني تنتين كرز تنتين. هذول مستحيل احط مستحيل. فرجيكم اياها شلون صارت. طبت على الارض. هي يا جماعة التخليطة مثل ما شفتوها. الله بدي اكلها ونشوف. ويا بقول الله يوفقها والله يعطيها العافية. يا بقول الله ما يوفقها والله ما يعطيها العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستحيل. أول لقمة ما أشبه شيء نظامي. ندور تاني لقمة.
كاشي حامض ممكن اتكرر ما بعرف كان شيء حامض والله مش طيقة معي يعني عن جد على الشوكة مستحيل الحامض هذا يعني حاله شيء فخامة شفتها ما شفتها كلهم قالوا لي طيب خلوني اتحمس له سيدو يا زلمة والله شيء منفخ يا زلمة وين زلمة يا جماعة والله شيء منفخ والله أحسيك ولا لقمة اتفق روان بارك الله ما يعطيه العافية هي خلتني اجيب كل هدولي بس اروح اشوف المطبخ ادبان جبت هدول انا قلت شيء طيب بظن لكن هو لحالهم تستفادوا اكثر وتتغذوا و طيبات لانه مع الشوكولاتة الموز طيب نظامي الباقي كلهم ما طيبين الباقي كلهم مع الشوكولاتة ما طيبين غير ايش؟ لو تطبخ لسه في نصة وما عاد تنزل مثل ما قلت يا جماعة اللي بحب هيك تحديات اكتب لي بالتعليقات واللي وصل معي لهون كمان يحط لي قلوب اسود او موف انا بحب اللون الاسود وانتم بتحبوا لون الموف بدي اشوف مين اكثر شخص رح يعلق عشان بالحلقة الجاية رح اثبت له تعليقه فشدوا الهمة بدي اشوف مين الاول على التعليقات رح يكون وشفتكم خير يا رب دايما اشوفكم خير واستنونا بحلقات جديدة في حلقات كتير حلوة مثل ما فيكم اذا عجبتكم هيك تحديات اكتبوا لي ايش اساوي او ابعثوا لي على صفحتي على انستغرام رح تلاقوها بالوصف ابعثوا لي ايش في شغلات كذا تجارب انتم بتحبوها وشان اساويها وانا الباكي لمو انتم انا مثل هذا وقت عم انعصر بتمي شيء بقلب المعدة انتم السمادو انتم مع انه كله قالوا لي فريز مع شوكولاتة كتير طيب بس طول نصيحة ما حدا شفتكم خير يا رب دايما اشوفكم خير سلام